السؤال هنا او الاكزامبل اللي موجود اي بي سي از تريانجل ان ويتش اي بي ايكوال اي سي ايكوال 10، اي بي ايكوال اي سي ايكوال 10، بي سي ايكوال 12 سنتيمتر. عندنا هي اي دي ده طبعا ري از درون تو دي بيربنديكولار تو بي سي، تمام، تو كات ات ات دي. يعني اول حاجه انت هترسم الترانجل اللي هو اي بي سي، بس اي بي ايكوال اي سي، تمام، والبي سي ايكوال 12. اول حاجه احنا بنرسم بنكتب الاس تي دي طبعا يا شباب اللي هو 12، تمام. الخطوه اللي بعد كده اللي احنا بناخد من اول هنا، وعارف انت بنستخدم الكومباس بتاعك، تمام، وتقوم فاتحه على 10، تمام، وهنا ناحيه البي برضه تفتحها على 10، هيعمل لك ارك هنا، تمام. النقطه اللي بتقطعه فيها هي الايه اللي هي دي، تمام كده. انا رسمت الترانجل اللي هو اي بي سي. هو الرسم مش شرط يكون دقيق، او انا مش ما يهمنيش الدقه هنا في الرسم، تمام. انا بستخدم الرسم هنا علشان اقدر احل بيه المساله بعد كده. هو بيقول لك ايه، ايه ذا راي اي دي از درون تو بي بيربنديكولار تو بي سي، ادي الاي الاي دي اهو، تمام. بس انا اقدر ما ارسمش، اقدر اعملها بكالكوليشنز واجيب كل الاضلاع عادي، مش لازم ارسم. لا، الرسمة هتسهلها، هتبين لك المسألة كل حاجة مفروض. بس انا ممكن اقدر اعملها. ماشي. لا يا عبد الله، دلوقتي لما جينا نرسمها هتبان كده دلوقتي اللي انت بتقول 6 و6 هنا. ماشي، انا بقول لك الرسم ممكن ما يكونش، انا مش عارفه بالقياسات الدقيقة قوي. السؤال الاولاني بيقول ممكن أعملها عادي من غير ما أرسم. لا لازم ترسم، معلش عشان خاطر تمام هنا بقول تمام find the value of sine b plus cosine c. طيب هنا فاين بي ازاي اللي هو كان ال adjacent، لا ال opposite على ال hypotenuse، صح؟ ماشي، بس هو فين اول حاجه، هو فين ال اول حاجه ساين بي، ادي البي اها. ايه ال بي فعشان تجيب اللي هي الثانيه تبقى احنا لازم يكون، أهم في الضغوط الأول. ماشي، احنا لازم هنشتغل على الـ على الـ على الترانجل اللي هو اي بي دي، لان احنا خدنا الساين والكوزاين والتان في الرايت انجل ترانجل، صح؟ طيب هنا واحنا عارفين ان هنا اذا كان اي بي بيربنديكولار على بي سي، تمام، وانت عندك اي بي ايكوال الاي سي، زين البي دي ايكوال 6 ودي ايكوال 6، لان دي طبعا تمام هتبقى الميد بوينت في البي سي، تمام، ده اللي كنا بناخده في اللي فات. طب ده 6 وده 10، هيكون ده ايه؟ بفيثاغورس 8. ما انت طبعا هتقول 10 باور 2 ماينس 6 ماينس 6 باور 2 اوفر اللي هي 100 كذا. ماينس 36 اللي هي ايكوال ايه؟ 64. وبعد كده تجيب لها السكوير روت هيدينا ايه؟ 8. فطبعا انت عشان تجيب الساين بي، ساين بي الساين بي اللي هي كان الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس، اوكي، الاوبوزيت سايد يعني هو 8 على 10، 10 اللي هي تساوي يعني اللي هي 0.8 8 اوفر 10، اوكي، 0.8 ماشي، ادي ساين بي اللي هي 8 اوفر 10، اوكي. بعد كده هنروح نجيب الجزء الثاني اللي هو الكوزاين سي. الكوزاين سي هبدا اجيبه برضه من نفس الرسم، ادي السي، تمام، الكوزاين سي اللي هي الادجسنت سايد اللي هو هيكون هنا اها اوفر الهايبوتنس اللي هو الايه؟ التان، مظبوط؟ اها يبقى 6 اوفر تمام 10 لما تيجي تكتبها في السمبلست فورم اللي هي 3 اوفر ال5. فايف في سؤال بيقول فوق، بيقول فايند ساين بي بلس كوزاين سي. طب ساين بي احنا جبناها اللي هي 4 اوفر 5 اها، بلس الكوزين سي هي 3 اوفر ال5. طبعا هنا الدينوميتورز زي بعضهم 5 و5، فانا اقدر اعمل عمليه الاديشن هنا، بنحط ال5 ونقول 4 بلس 3 ايكوال 7، مظبوط؟ تمام طيب لحد دلوقتي سهله. طيب نرجع تاني فوق، انا عايز اشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ شو ذا find the value ساين of سي، 10 CAD. اه سوري معلش اروح ال find the value of 10 of find the value of 10 of angle C
سي اي دي سي اي دي اللي هي تبقى 8، لا اللي هي 8، لا 6 على 8 ماشي. سي اي دي سي اي دي يعني قصدي تبقى ايه؟ سي دي على ايه دي احنا قلنا ده صفر وده ايه ده ايه؟ مظبوط. فانت عشان تجيب التان اوف انجل سي اي دي، طبعا التان اللي هي الأوبوزيت على الانجل الجسم، ادجنت صح؟ يعني 6 اوفر صح؟ 2. اخر حاجه هو بيقول شو ذات الساين سي بلس الكوزين سي مور ذان 1، بس ما مرة ثانية مور ذان 1. انا هعرف ساين بعد سي كده كوزين سي. اند فايند ذا فاليو اوف ساين سكوير سي بلس كوزين سكوير سي اند يوز ذات ساين سكوير سي بلس كوزين سكوير سي ليس ذان ساين سي بلس كوزين سي. طب شوف المطلوب، اول حاجه هنجيب نبين ان ساين سي بلس كوزين سي مور ذان 1، دي اول حاجه انا هعملها تمام. ساين سي هنقدر نجيبها بالطريقه نفسها اللي فوق تمام، اللي هي الاوبوزيت على الهايبوتنس اي دي اوفر الاي سي، فهتكون 8 اوفر 10. خلاص يا محمد، محمد بعد اذنك يا محمد، حاضر محمد ما ينفعش ماشي ايه اللي انت هتعمله؟ حاضر طيب هنا ساين تي اللي هي 8 اوفر 10 هنعملها في السمبلست فورم اللي هي 4 اوفر 5، برضه هنجيب الكوزين سي تمام؟ هي 6 اوفر 5. بعد كده نعمل لهم، هو بيقول لك شو ذات ان ساين تي بلس كوزين سي مور ذان 1، مور ذان 1. فاقول له ساين تي بلس كوزين سي اللي هي 4 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5، 4 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5 هتكون 7 اوفر 5. طبعا ال 7 اوفر 5 ديت مور ذان 1، اكبر من ال 1 صح؟ فانا كده جبت له اول جزئيه، اول جزء يعني. طب الجزء الثاني، الجزء الثاني نرجع له ثاني سريعا كده، بيقول لك اند فايند ذا فاليو اوف ساين سكوير سي بلس كوزاين سي سكوير تمام؟ بص يا شباب، الساين، ساين لما يكتب لك كده ساين سكوير سي ها هي نفسها ساين سي الكل سكوير، يعني انت ممكن تجيب الساين سي بعد كده تعمل لها كلها سكوير اوكي. طيب يعني انا دلوقتي عندي اصلا انا جبت الساين سي، الساين سي اللي هي 4 اوفر 5 الكل باور 2 بلس 3 اوفر 5 الكل باور 2. ده معناها يا شباب لما اجيب لك ساين سكوير سي، لا هي نفسها ساين، هي نفسها ساين سي كل سكوير اول باور 2 تمام. فانت عندك ساين سي وجبت كوزين سي تمام، يعني 16 اوفر 25 بلس 9 اوفر 25 ايكوال 1، ايكوال ايه؟ 1. هو في الاخر بيقول لك ايه؟ اثبت ان اللي هي اللي عليها سكوير اكبر من اللي انت جبتها في الاولى. طب دي اصلا اللي هي ساين سي بلس كوزين سي، فاكر لما كنت طلعناها او عملناها في اول جزئيه اللي هي شو ذات ان ساين سي بلس كوزين سي مور ذان 1، دي مور ذان 1 ودي هي ايكوال وانت 1 1.4 ودي ايكوال 1 صح؟ التاني 1.4 بس انا اهم حاجه ان هي مور ذان 1 تمام؟ والثانيه ايكوال 1، فطبعا دي اكبر اللي هي على اليمين الرايت هاند سايد هيكون اكبر مظبوط. ماشي ده راجل واجب. راجل يوصل حدده عندي، لازم سكرين شوت. عملت عملت سكرين شوت خلاص تمام 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 طيب اكزامبل نمبر 5، السؤال ده مهم جدا برضه، شفت في كذا امتحان دي قبل كده. نمبر 5 تقريبا الفيجر بي سي دي از كوادريلاترال ان ويتش، طبعا اي بي سي دي كوادريلاترال تمام. هو جاب لي الرسمه جاهزه دايما يا شباب، اذا مثلا في اي اكزامبل عندك الرسم، الرسم جاي جنب الاكزامبل يبقى هو مرسوم، لو مش موجوده موجوده تحت في السوليوشن يبقى هو اصلا مش موجود. فهنا بيقول لك انزا اوبزيت فيجر طبعا في الشكل المقابل ده، اي بي سي دي از كوادريلاترال ان ويتش ميجر اوف انجل اي، ميجر اوف انجل اي ها
ايكوال ميجر في انجل بي دي سي، بي دي سي طبعا دي رايت انجل، وعندي اي دي، اي دي بارلل للبي سي، اي دي ايكوال 6 سنتيمتر تمام، دي ايكوال 8 تمام. فده بما ان ده رايت انجل فيكون ده بكام؟ بكام؟ ربعتين. صح؟ صح. طيب هو هنا السؤال بيقول find the length of DC، عايز اللينك بتاعه. دي سي سهلة. لا ثواني، اللي هو اولا اللي هي اي دي بي ايكوال دي بي سي علشان ترانزفيرسر. ترانسفيرسال. ايوه دي ايكوال انجل دي. ايوه ثانية واحدة ودي خلاص نعملها باسمه ساين وكوساين والحاجات دي. استنى استنى، أكيد انا فاكر كان في قوانين لو الزوايا كانت قد بعض كانت تبقى ازاي، مش فاكر القوانين دي. ركزوا بقى معايا، ركزوا معايا. الأسطوري اللي هو قالها هي جزء من بداية الحل أو الحل اللي إحنا قلناه. هنا هنبدأ نشتغل يا شباب على الترانجل اللي هو اي بي دي اللي هو ده، ماشي؟ هنا الانجل ايه؟ لما اعرف الغرفة بقى عشان نجيب البي دي. جبنا البي دي 10 صح؟ صح. طيب انت عندك اي دي بارلل للبي سي اند بي دي ترانسفيرسال، اوكي؟ وزي ما محمد اوكي قال لك ان الاي دي بي ميجر اوف انجل اي دي بي اللي هي دي ايكوال ميجر اوف انجل دي بي سي مع الترنيت انجل. عرفت عرفت يا استاذ. بص يا استاذ هو نعمل كده، ركز بس معايا، خلينا اكمل بقى للاخر. ماشي تاني، احنا قلنا الانجل دي ايكوال الانجل دي، مظبوط؟ دي ايكوال دي. طيب واحنا جبنا دي اصلا قدام بكام؟ لا مش بكام؟ سوري سوري لا استاذ، مش الانجل بي دي، لا دي بي سي. ايوه دي دي سوري، انا اللي علمتها. تمام تمام تمام. دلوقتي السؤال، اعرف اجيب تان اي دي بي، اي دي بي اعرف اجيب تان الانجل دي، تان الانجل دي يساوي تان الانجل دي بي سي، صح ولا لا؟ صح. يبقى تن اوفر اي ايكوال الانجل دي، تمام؟ مظبوط؟ ركزوا معايا جدا. طيب انا اعرف اجيب تاني الزاويه دي الانجل دي، تان اي دي بي بكام يا عبد الله؟ اللي هو 8 على 10. لا 8 على 6. 8 على 6 تمام؟ بيساوي 8 على 6، يبقى تاني الانجل دي 8 على 6. طيب ايكوال تاني الانجل الثاني، يعني انت هتعملها زي ايكويشن كده يا عبد الله. لحظة واحدة، ابو الصحاب دخل من تليفونين ولا ايه؟ ابو الصحاب بيقول لي، بعت لي على الواتس بيقول لي كل ما يجي يخش يعمل له انيبل تو كونكت. هو دخل اهو. تمام ده خلاص، محمد دلوقتي دخل وايه دلوقتي دخل، جاي متاخر حطيته بيكم والله. اسف يا مستر على التاخير، عقبال ما النت دخلني فهو كان متعطل شويه. طيب احنا عموما احنا عاملين ريكورد للحاجه، ماشي؟ خلاص ماشي. وبعد كده هنعيده عادي، مفيش مشكله، بس نخلص الدرس الأول. هنا تان، تان اوف انجل اي دي بي، نرجع نقول تان، بس اطلع الرسمه بس بعد اذنكم شويه عشان نشوفها.
تان اوف انجل اي بي بي ايكوال تان اوف انجل بي بي سي. جامع عبد الله قال لي تان اوف انجل اي بي بي، طبعا احنا جبنا ده تاني، فعشان اجيب تان اوف انجل اي بي بي اللي هو الاوبزيت على الادجسنت، الاوبزيت اللي هو ايه تمام، الادجسنت اللي هو مظبوط ايكوال تان اوف انجل بي بي سي، بي بي سي تان اوف انجل بي اللي هي برضه الاوبزيت ده اهو اللي هو ما اعرفوش، هقول له مثلا ايه اللي هو انا جايب سمبل فورم اللي هو 4 3 ماشي، بس ركز ركز على الادجسنت اللي هو كام تاني تمام. يبقى ايه ملتبلاي 10 اوفر عشان اوفر 6 عشان تجيب اصبر اكستوب ايكوال 8 ملتبلاي 10 تمام اوفر 6 80 على 6 يساوي 13.3 بالظبط كده اللي هو ده ماشي اللي هو 60 انسر. طيب راي نتعلم عليه برضه. حاضر. فين سكرين شوت؟ اهي تمام خلاص. طيب خلصنا الدرس. طيب ماشي، معلش بقى بما اننا خلصنا الدرس فهو حظهم بقى ايه ومحمد ان احنا ايه نشوف الجزء اللي فات ده. تفتكر انا ربنا؟ عادي يا عبد الله، عادي محمد او محمد القطاوي او عبد الله، اذا انتم خلصتم مش عايزين خلاص روح، اللي عايز يقعد عادي مفيش مشكله، اللي عايز يخرج مفيش مشكله برضه. ماشي. ماشي يعني دلوقتي من عبد الله هتخرج صح؟ ممكن اخرج ممكن على حسب. ماشي براحتك، اللي عايز يفضل يفضل. ايه ومحمد هاني معايا. الو الصحة. انا سامعك بس معاك ما يا اعرفش. استاذ يلا يا ايه. معاك يا مستر. ايوه خليكم فاتحين المايكات بعد اذنكم عشان تتابعوا معايا. اكزامبل نمبر كام احنا كنا هنقف عنده؟ طبعا احنا قلنا قلناها امبارح ان التان ايكوال ساين اوفر كوزاين صح؟ طيب اكزامبل نمبر 4، اكزامبل نمبر 4 هنا بيقول اي بي سي از ا ترانجل ان ويتش اي بي ايكوال اي سي ايكوال 10 بي سي ايكوال 10 تمام؟ اي بي از درون تو بي بيربنديكولار تو بي سي to cut it at B. طبعا احنا هنا الرسمه مش موجوده فانا هضطر ان انا ابدا ارسم الرسمه. هو بيقول لي ABC triangle تمام؟ AB equal AC equal 10 وال BC equal 12. فانت بتقوم جايب المسطره ورسم هنا 12 سنتيمتر تمام؟ وبعد ما بترسم ال 12 بتقوم جايب الكومباك بتاعك البرجل، طبعا ده BC ماشي؟ ال B هنا C هنا مش هتفرق طبعا ده 12. بعد كده ده بي سي، الرسمه مرسومه تحت هي يا شباب تمام، ادي البي سي هنا دي 12، وبعد كده بتجيب البرجل بتاعك اللي هو الكومباس بتاعك وتقوم فاتحه على 10 سنتيمتر تمام، وتقوم جاي عند السي وعامل ارك سهم كده، ومن عند البي تقوم عامل سهم، السهمين التو ارك دول هيتقاطعوا في الوزن، يعني السهمين جايين كده هيتقاطعوا في حته، يبقى هي دي الايه؟ نوصل الـ A بالـ C ونوصل الـ A بالـ B. هو بعد كده بيقول A B is drawn to be to be perpendicular to B C. الـ A B رسمناها بحيث إن هي تكون perpendicular على C D أهي تمام؟ يبقى دلوقتي كده المسألة جاهزة إن أنا أبدأ أحل كده رسمت. أنا ما يهمنيش القياسات أوي لأن دي طبعًا مش ديت، دي مش 10 سنتيمتر وديت مش 12 سنتيمتر. بس أهم حاجة شكل الرسم عشان أبدأ أحل المسألة. كويتشن نمبر 1 بيقول find the value of sin B plus cosine طيب ساين دي دي طبعا احنا قلنا عشان اجيب الساين والكوزاين والتان لازم يكون الترانجل اللي عندي رايت انجل ترانجل تمام؟ فطبعا ده 10 احنا قلنا بما ان 10 اي بي ايكوال الاي سي 10 والاي دي بيربنديكولار على سي بي، استفاد ان الاي دي الاي دي هينصف دي صح؟ يعني دي هي الميد بوينت، دي هي الميد بوينت اوف بي سي
يعني دي لو 12 كلها هتبقى دي 6 ودي 6. بيثاغورس هعمل ايه؟ هقول له دي 10 ودي 6 هتكون دي 8 اللي هو الاي دي. طيب هستفاد منه في ايه؟ عشان اجيب الساين 3 والكوساين 3. ساين سي ساين بي سوري ساين بي، احنا قلنا الساين بي اللي هي الاوبزيت سايد اوفر الهايبوتنس، هيكون 8 اوفر 10. 8 اوفر 10 ممكن نكتبها في سمبلست فورم، يعني لما ديفايد 2 وديفايد 2 هتكون 4 اوفر 5. تمام. بعد كده الكوزاين سي، كوزاين سي طبعا احنا قلنا الكوزاين هي الادسنت على الهايبوتنس، الادسنت اللي هو 6 اوفر 10. تمام. 6 اوفر 10 لما تعمل ديفايد 2 ديفايد 2 هتبقى 3 اوفر 5. يبقى احنا كده جبنا اول مفروض، يعني اول واحد كنا قلنا 4 اوفر 5. طبعا هو هنا بيقول فاين ساين بي بلس كوزاين سي، فساين سي احنا ساين بي احنا طلعناها اللي هي 4 اوفر 5، وطلعنا الثانيه اللي هي كوزاين سي 3 اوفر 5، نجمعهم يبقى 7 اوفر 5. تمام. الجزء اللي هو المفروض اللي بعده او نمبر 2، كنت نمبر 2 بيقول فاين the value of tan CAD. CAD tan CAD يعني عايز التان بتاع الزاوية دي. طب احنا قلنا ديت دي 6، فيكون tan CAD CAD تان الزاوية دي اللي هو الأوبزيت على الأدجسنت، الأوبزيت سايد على الأدجسنت يعني 6 أوفر 2. تمام. اخر حاجه show that sin t plus cosine t more than 1. خلينا في الحته دي نبدا نجيب له sin t بنفس الطريقه اللي خدناها قبل كده وcosine t بنفس الطريقه. خلينا نشوف sin t كم يا محمد هاني؟ محمد هاني sin t طب ايه ساين سي بكام يا ايه؟ ساين سي طبعا الاوبجيكت على تساوي 8 على 10 بالظبط كده، هيكون 8 على 10 عشان اكتبها في سمبل استفور هتكون 4 اوفر 5 صح؟ طيب انا عايز كوزاين سي برضه هتكون 6 على 10، 6 على 10 اللي هي 3 اوفر 5. لما تعمل لهم بلس 4 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5 اللي هي 7 اوفر 5. 7 اوفر 5 مور ذان 1، يبقى انا عملت اول جزء اللي هو ان اثبتت ان 7 اوفر 5 مور ذان 1 اللي هي ساين سي بلس كوزين سي. اند فايند ذا فاليو اوف ساين سي سكوير بلس كوزين سي سكوير. انا قلت لكم ايه السكوير دي، طب انا هتصرف معاها ازاي؟ هات الساين سي بس لوحدها وبعد كده بقى املاها سكوير، وكوزاين سي واملاها سكوير. طب احنا مطلعين الساين سي والكوزاين سي، يعني الساين سي احنا طلعناها 4 اوفر 5 سكوير تمام، والكوزاين سكوير سي تمام هتقول بلس طبعا الكوزاين سي سكوير احنا طلعناها، طلعنا الكوزاين سي بس اللي هي 3 اوفر 5 باور 2، طبعا دي هتكون 16 اوفر 5 ماشي بلس 9 اوفر 5 16 اوفر 5 بلس 9 اوفر 5 لا سوري 25، لان احنا بنعمل سكوير برضه هنا تمام، يبقى 16 اوفر 25 بلس 9 اوفر 25 هتكون 25 اوفر 25 اللي هي 1، 25 اوفر 25 اللي هي 1، يعني دي 1 الفاليو اوف ساين سي سكوير بلس كوزاين سي سكوير ب 1. طب هو هنا بيقول لك اند يوز ذات يوز ذات ساين ساين سي سكوير بلس كوزاين سي سكوير ليس ذان ساين سي بلس كوزاين سي، طبعا احنا جبنا دي ايكوال 1 1 لسه جايبينها خارج، ودي مور ذان 1 فطبيعي ان دي هتكون اكبر من اللي هناك، لان ديت مور ذان 1 وديت ايكوال 1 فاللي مور ذان 1 اكبر. تمام. طيب تمام يا استاذ.
الاكزامبل اللي بعده، اديني لقطة للشاشة ديت عشان تبقى واجب. اعمل لها سكرين شوت يا شيخ. تمام خلاص. تمام يا مستر. طيب نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي، طبعا الشكل اللي مرسوم قدامنا اي بي سي دي، اي بي سي دي كوادريلترال، مديني ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل بي دي سي ايكوال 90 ديجري، اي دي بارلل للبي سي، اند اي بي اي بي ايكوال 8 سنتيمتر، والاي دي مش موجود عندي، هو مديني الاي دي سوري الاي دي سي 6 سنتيمتر تمام، والاي بي 8 سنتيمتر تمام. الفيثاغورس خلي في علمكم وانا هنا دلوقتي اقدر اجيب البي دي ايكوال 10 تمام. فايند ذا لينث اوف دي سي وعايز دي. طيب اول حاجه يا شباب من فيثاغورس هقدر اجيب دي، هقول له اي دي سكوير بلس اي بي سكوير ايكوال بي دي سكوير، فعشان اجيب البي دي سكوير هتقول له 36 اللي هي 6 سكوير بلس 64 اللي هي 100، وبعد كده بنجيب السكوير عشان نجيب الحاجه السكوير اوف 100 ب 10 تمام. يبقى انا جبت دي 10. طبعا احنا عارفين ان الاي دي بارلل لبي سي والبي دي ترانسفيرسال، ستريت لاين اللي هو بي دي ترانسفيرسال، ده معناه ان الانجل اي دي بي ايكوال الانجل دي، بيسموهم الترنيت انجلز، الترنيت انجلز، انجل دي ايكوال دي تمام. فانا اقدر اجيب التان بتاع الزاويه. طب ليه استخدمت التان؟ لان هنا لما اجي اخد التان مع دي هيجيب لي ده اللي هو الاوبزيت والادجسنت. طب انا الاوبزيت سايد مش موجود بس الادجسنت موجود، اه فما استخدمش الساين والكوزاين. ليه؟ لان طبعا الساين والكوزاين هنستخدم في الهايبوتنس وهنا مش عايزه جدا، فبنستخدم التان. فبقول له تان الانجل دي، تان الانجل دي طبعا الاوبزيت على الادجسنت صح؟ الاوبزيت اللي هو 8 اوفر 6 ايكوال. طب احنا قلنا التان بتاع دي ايكوال التان بتاع دي. طب التان بتاع الانجل دي بي سي اللي هو برضه تان اللي هو الاوبزيت على الادجسنت، الاوبزيت اللي هو مجهول اللي هو السي دي، هقول له مثلا ايه؟ على الادجسنت اللي هو كام؟ 10. عشان اجيب الاكس اقول له اكس ايكوال نعمل كروس مالتيبلكيشن تمام؟ الاكس مالتبلاي 6 و10 مالتبلاي 8. فتكون الاكس ايكوال هنقسم على 6 بقى اللي هي مع الاكس. فتكون 8 مالتبلاي 10. بعد ما اطلع الناتج هنقول له 8 مالتبلاي 10 اوفر 6 ديفايد 6. في الاخر هيطلع 15.3. بس ده اللي احنا كنا النهارده. مفهوم يا محمد؟ مفهوم ايه؟ هو ده بس؟ بس اه عشان كده الدرس ايوه مستر تمام الدرس الجديد الحصه الجايه ان شاء الله. ماشي؟ نصور برضو اكزامبل نمبر 2 يا شباب، ده اللي هو سوري تراي باي يور سيلف عشان احنا برضو في الواجب. اوكي بس كده مفهوم الجزء اللي خدناه النهارده؟ اه مستر تمام طيب ما تاخروش مفهوم. ماشي ما تاخروش تاني بعد اذنكم.